نحن وياك راح نروح لمروان حيدر ونشوف شو جديده لليوم من بيت الزراعة. بيت الزراعة يلي بيهتم كمان بالمزارعين، بقدم لهم النصايح وبقدم لهم الشتول، مش بقدم لهم، فيهم يشتروا بأسعار منيحة، بقدم ببعض الوقت مش دايما. معك سكره وشو كمان بتقدمه؟ خي ذكرني. كم نقطة؟ صباح الخير. ما بضيعوا بالمزارعين، بالعكس بنقدم، ما في مشكلة أبدا. نعم نصايح وشتول، نعم نحن كل شيء، عدة زراعية، أدوية زراعية، كيماوي، العضوي، كرو، كل شيء بيختص بالزراعة from A to Z، يعني النصوب، شتول، بذور للزرع، اي شغله بيختص بالزراعه، من طاطا للسلام عليكم اذا بدك، فينا نقول هي الكلمه. حلو حلو. كل شيء بينوجد عنا، كل شيء للاماتور يلي يعني بلش جديد، يلي حابب يعمل حوض، يعمل جنينه، يعمل لاندسكيبنج لجنينته، ويلي كمان بده يرش الحقل تبعه او استينه او جنينته، كمان عنا كل شيء. ومنساعد طلاب الجامعات كيف يكفوا بالزراعه. او كنت امبارح يمكن الصبايا والشباب كانوا عم يعملوا الكومبوست، انبسطنا فيهم كثير. كنا عم نعطيهم شويه ارشادات مين بيجيبوا الاغراض، ايش لازم يعملون. في جيل جديد مبلش كثير معضوم، عم يشتغلوا كثير بالزراعه وعم بيجوا ياخذوا من عنا العده والارشاد يلي هن ناقصهم، عم نحاول نطولهم عليه. على كل حال بتاخذوا شتله الفراز دغري بتقطفوها بالبيت. إليك ايه؟ لو واحد ما شايفها هون. لو واحد هيدا فراز وهيدا عطر. اها حلو. مروان شو جديدنا لليوم؟ ان شاء الله نقدر اليوم نوزع، والله يهدي البيت، كانوا عم بيقولوا شوية طرقات مسكره. احنا رح نعمل السله والتيسير على الله، يعني أكيد. اذا قدرنا نوزع حنكون، يعني حناخذ هالطلبه وحنشوف كيف حتكون الامور لنقدر نوزع. بس فيهم يقصدوكم ويروحوا لعندكم اذا قادرين يوصلوا، اكيد مش ضروري باي دليفري. وجديدنا كمان نتالي انه بس بالمحل، مش مكتبنا بس السله، لانه بيقدروا ياخذوا بالكيلو، بيقدروا ياخذوا بالكميه قد ما بدهم. سالني الي غير شكل اطيب طعمي. ميرسي ميرسي مدام مدام. اليوم عندنا سله جزر مع بطاطا مع بصل مع بقدونس. وعندنا سله باذنجان مدعبل. سله باذنجان مدعبل مع بصل مع بندوره مع روكا. وعندنا سله باذنجان طويل مع بندوره وبصل ونعنع. وسلة بيض البلدي اكيد مع روكا وبصل وبطاطا. عندنا سلة بتراب شمندر مع بصل مع البروكولي، واكيد بيجي معها ثوم. مروان قبل ما تتابع، قبل ما تتابع في عندنا باردون زعتر، اتفضل. قبل ما تتابع في عندنا سؤال، امتى بصير فيهم يطعموا الحامض؟ لازم يبلشوا قبل، وهلا بعد بلحقوا، بس ما بقى يتاخروا كثير، لانه هلا بعد شوي ببلش النوويه بصير عندهم مشكله، يعني هلا بهيدا الركوع فيجيتاتيف بهالنمو الخضري قدروا يبلشوا يطعموا وبيلحقوا حالهم، كان لازم يطعموا قبل هلا بشوي كده. بس بعد هلا بتبقي شوي طعم. ام علي غدار بتقول لك بدها تفاح يا مروان. يا حن قدامك. جبنا لها تفاح لمدام غدار بالغازيه. مدام غدار عم تبعت لنا ناس على كفرشيما، ونحن بنبعت لها الاغراض لها ولجيرانها، وبنعمل اختصار للطريق، يعني نحن بنطلع على كفرشيما وهن بيجوا من الغازيه. فكره معنا، خليه يجي اليوم الشاب احلقي لها على كفرشيما ونعطيها اللي بدها اياه. هلا في سؤال، فينا هلا نزرع فريز؟ اكيد اكيد هلا لازم. هو الشتل موجودين مثل ما شايف، ولا نعم. هيدا شتل فريز، وفينا كمان اذا حدا قادر يجيب بذور بيقدر بالبذر كمان يزرع، وبيقدر شتول صغيره بيرجع بينقلها على احواض كبيره وبيقدر يزرع، بس في ما في مشكله ابدا. هلا وقته، يعني هلا انت مشهلهم كم اسبوع لحتى وصلت هالقد شتله الفريز اذا ما بده يزرع بذر؟ هيدي شتله خيمه، يعني كيف ما كان عمرها ثلاث اشهر، شهرين وصلت لهون ربحانينا، يعني هيك وفروا على حالهم ثلاث اشهر وقت، بس ديجا حامله، يعني فيهم بلشوا يقصفوا منها من هلا لجمعه 10 ايام. نعم مروان، بعد عنا سؤال، كيف ممكن راس بندورة شكله كامل ما في أي نقر، ما في أي نقر وقاسي مثل الحجر، بس قصيته لقيت فيه دودة شي سنتيمتر؟ في نوع دودة اسمها توتا أبسولوتا، هيدي بتنخره أوقات ما بيبين النقر تبعها، خاصة إذا نقرته بتعرف على راس البندورة من فوق في مثل السبنجي، هيدي دائما لازم نحن نشيلها ونكبها، في كثير ناس بتقصها وبتحطها بالسلاد او بتحطها بالفتوش، هيدي خطره، لانه اذا خطره بمعنى اذا مرشوش دواء
ومنه منتظرين كثير فتره التحريم، هيدي مثل ايبونج مثل السفنجه بتمتص هالدواء وبيضل الدواء بقلبها. نعم. بنشيلها وين كبر. اذا نقرا من كعبها وفايت عليها بتكون موجوده بقلبه، فبهالطريقه ما بتبين من برا، بتكون نقرا بقلب هيدي السفنجه على تحت الورقه. هيدي الدوده اسمها توتا ابسولوتا بتكون بقلبه صحيح. نعم. وعم تضرب البندوره الى شي 65 لبنان. بانتظار المزيد من الاسئله، تابع عن شتله الزعتر. نعم. الزباع. هيدي الزعتر الزباع يلي بيعملوا منه منقيه. زعتر البري. كمان في عنا منه تشكيلة، يعني في عنا الزعتر الورقة العريضة والزعتر الورقة الطويلة، عنا سلة الكرواسون ما تفتح تاني اليوم. هيدي إذا كان في تذكير طرقات وعلقوا على الطريق بتساعدون. بس بدنا نبعث دراجة ساعتها نوزع. وصل على السيارات. لا من عندك ورجعين. بحب أقول هيدي كرواسون على شوكولار، كرواسون على جبنة، وكرواسون على جبنة وزيتون. نعم. عنا سلة الفتوش اليوم. فيها اللولو روستا اللي شايفينها، الخط الحلوة الحمراء، وأكيد في عنا روكا، نعنع، بقدونس، بندورة، خيار، بقلي وفجل، وأكيد في بصل وثوم. هيدي اليوم هيدا أصناف خط جديدة شكلها كتير حلو. عنا سلة أستاذ عبدو. نعم. اللي فيها بندورة وبصل أكيد، والخط الكبيرة مع البقدونس وحدية نعنع. واللي بحب بده مردكوش، في عنا مردكوش كمان، بتعرف مردكوش قليل زرعه بلبنان، نحن عم نرجع نزرع مردكوش ونوزع. عنا عم نفكر نعمل سلة شتل. سلة شتل؟ مثلا فيها زعتر ومردكوش وبنحط معها عطر. يلا اعتبارها من اليوم هي. من بكره تبلش حضر لهم عطر. بس رجع حدد من بكره عطر بليز. من بكره الشتل مش اليوم. عندنا سلة الكوسة وبندورة وبصل ونعنع. عبده كتير سريع بالقرارات. سلة الهندي مع بندورة مع خيار مع بصل. وعندنا سلة السلق اللي فيها بطاطا وبندورة وبصل وثوم. نعم. وهلأ السلة الحلوة هي سلة تفاح. يوم التفاح الكيلو ونص بعشرة تلات. يعني هالسلة حيكون في بقلبها كيلو ونص أكيد. ما رح تروح بتقلي، حتروح بكيس مثل ما من زمان بلشنا. بس تفاحات نوعيه جيده جدا من ترشيش. من ترشيش صح، لانه اخذنا تفاح من العقوره وبنقول لهم ثانك يو لاهل العقوره. هلا بدنا قربنا شوي للطوب امبليات، اخذنا من ترشيش كمان نوعيه كثير منيحه ورائعه. اليوم عندنا تفاح بس ما عندنا طلبيات كبيره، يعني الكميه شوي محدوده. مع كل طلب فينا نمرق طلبيات تفاح. في عندنا كمان الكعك الاستيامي، في عندنا كعك على حر جديد، وعندنا اكيد كعك على حر. نعم هيدا حلو في ميزون، يعني نعم كله في ميزون. واكيد عندنا كعك على السريال يلي طعمته بتاخذ العقل، وفي عندنا على زعتر زبيب. ايش عين زبيب باول الشاشه؟ ما في عندنا كثير زبيب، في زبيب حطتهم مش كميه كبيره. يعني اللي بيريد زبيب كمان هي النوعيه حبيب قلب بنت. طيب التفاح كمية محدودة، يعني في واحد يطلب قد ما بده؟ لا ما في كميات كثير، يعني قبل مرة كان عم يجي طلبيات مثلا 20 كيلو 30 كيلو. صراحة دغري خلصت البضاعة، بنفضل مع كل طلب تليل بده تفاح بنبعث معه هيك. حتى لو بده ثلاثين تفاح ويكون طالب تليل بكون يعني لحدود 3 كيلو أفضل من أنه ياخده من دربي. صحيح، لأنه صراحة ما في كمية كبيرة حتى يقدروا الكل يستفيدوا. فللكل يكون نقدر نوزع للكل بهالطريقه. انت عندنا كثير طلبيه. مذكر بارقام التليفون 03-000-910 و04-410-982. بدي اقول ميرسي لفارم زون يلي عم يساعدنا كمان بالتوزيع، عم يشيل كثير طلبيات لفارم زون موني من بيت الزراعه وعم يوزع لنا اياهم. بنقول له ميرسي لمستر جوزيفز، ميرسي لفارم زون. وبدي ارجع اتاكد انه اكيد عندنا الزعتر الخلطه اللي كثير طيبه، اللبنه المكعزله، صار عندنا لبنه مكعزله مع زعتر كانوا عم ينطلبوا ما كان فيه، صار عندنا لبنه مكعزله مع زعتر اكيد الى جانب القورمه وكل هالمنتوجات يلي الناس بتحبها موجوده. وعندنا العسل كمان يلي من منطقه القرعون كمان موجود يلي بحب اهلا وسهلا. بدي ارجع اتاكد فيه الاكثر الارقام بيطلبون عليها هي 03-000-910 وال 410-982. ال 010 وقت عم بكون عليه كثير ضغط، يعني اذا ما اذا دقوا اذا شافوا انه ما ردينا على 010 يدقوا على هوديك دغري مرات ما في مشكله ابدا. وبدي ارجع اذكر كمان بعد شغله، الكشك والسماء
كمان موجودين نوعيه جيده جدا، وزيت الزيتون من بكره بصير فيه. شكرا لك مروان حيدر، يعطيك العافيه، وكل الفريق العام اليوم مبارك. الى فقرتنا التاليه، سراج النور.